بمناظر تأسر الألباب وتراث بحري خلدته أقلام المؤرخين تتربع صور عاصمة للسياحة العربية 2024، وهي تطلق برنامجها التنفيذي الحافل بالكثير من البرامج. أود أن نتقدم بالتهنئة لسلطنة عمان ولمحافظة جنوب الشرقية وتخصيصا لولاية صور على هذا التشريف والتكريم في أن أصبحت اليوم صور عاصمة السياحة العربية طوال عام 2024. بتقليد رمزي يتمثل في تسلم مفتاح عاصمة السياحة العربية تسلمه وزير التراث والسياحة من قبل رئيس منظمة السياحة العربية، كما تم تدشين البرنامج التنفيذي لصور عاصمة للسياحة العربية 2024. لأن صور أول شيء غنية بيئيا بحريا، يعني عدة أنماط سياحية قل ما تجدها يمكن في مدينة، تراثيا، حضارة، ثقافة. أهم ما يميز سلطنة عمان وخاصة مدينة صور العنصر البشري المتميز، شعب مضياف، مثقف، شعب راقي في تعامله، عنده الرغبة والطموح لبناء مستقبل وطنه خلف قيادته الرشيدة. الحفل تضمن مجموعة من الفعاليات المنوعة والتي تعكس الثراء والغنى التاريخي والثقافي والحضاري لمدينة صور وإنسانها، ما جعلها تفوز بالترشيح واختيارها عاصمة للسياحة العربية 2024. ويضيف البرنامج التنموي صور عاصمة للسياحة العربية 2024 قيمة تنموية عالية للولاية لما يتضمنه من برامج متنوعة. من ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية، يعقوب بن يوسف البلوشي.